رجعنا لكم وعلى موعد مع الرواية. عم نحكي عن رواية ليتنا لم نكن قط. بتعبر عن واقع المرأة العاملة. أنا قدرت أقرأ يعني أول 10 صفحات وممتع جدا، يمكن ما تحسوا ببقية 100 صفحة، ولكن بتعبر عن قديش المرأة العاملة ممكن مرات تهمل مشاعرها وتهمل نفسها في سبيل الآخرين، ولكن النتيجة مغايرة في نهاية الرواية. رح نعرف تفاصيلها مع سوسن حداد، كاتبة وروائية. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي وألف مبروك الرواية. شكرا. ست سوسن، أهلا وسهلا فيكي. بدي أبلش من الإهداء إذا بتسمحي لي إلى آدم. فلولاه لما كان شيء وأترك لك هذه. ومحور الرواية يدور حول الحاجة العاطفية للإمرأة داخل إطار الزوجية، وتدور القصة حول إمرأة بتقابل شخص خارج إطار الزوجية في قصة قصيرة جدا أو مغامرة عاطفية قصيرة جدا. وكأنك من الإهداء بتحملي الرجل يعني مسؤولية الدعم العاطفي أو الرومانسي في العلاقة داخل إطار الزوجية، ومش الرجل والمرأة الاثنين مع بعض. هو بشكل عام يعني للطرفين، في حديث لكل واحد منهم. أولا الرجل هو صانع القرار، لكن فعلا صانع القرار اللي نحن في البيت عادة بتكون الست، فهي اللي مربية الأجيال، هي الأم، هي الزوجة، المعلمة، الأخت. لكن اللي بصير إنه الرجل هو اللي له الكلمة الأخيرة. نعم. فبالرواية أنا كاتبة هاي لآدم على أساس إنه آدم ينتبه لزوجته، لمشاعر زوجته، يحكي معها، يفتح الحوار، ما يكون في صد أو ما يكون في عنده أنانية، فقط إنه يتحدث، يعني يركز على حاجاته النفسية والعاطفية والجسدية، ويتناسى إنه زوجته كمان بني آدم متوازي عايش معه، تنقص كل هاي الحاجات اللي هي تنقص الرجل. نعم. فنفس نعم. الشيء. يعني ممكن تحكي عن روايتك انه هي عمل اجتماعي اكثر من انه عمل فني. خلينا نحكي، هي نموذج. هي نموذج لحالة عم تتكرر في مجتمعنا، خصوصا مع وجود الموبايلات ومع وجود الانترنت. نعم. فبتلاقي انه الاثنين قاعدين على كنباية، واحد في بلد والثاني في بلد. بس الفكرة انه نوصل نفتح قنوات التواصل بين الزوجين. نفتحهم مثلا ليه؟ لانه مثلا اذا في 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 شغلات او امثلة بسيطة، مثلا كزوج ممكن كيف يدعم عيلته بالتواصل بلعبة شعبية، حتى لو انه كان في فروقات مادية او مش ضروري الواحد يطلع مطعم يروح محل، في ألعاب شعبية، في أغنية، في كاسة شاي مع نعناع، في أشياء بسيطة كلها من حياتنا الملموسة. يعني ما في شيء خارج طاقة الرجل أنه ما يعمله داخل بيته. وكمان بالمقابل الزوجة لازم تصغر لزوجها، تسمع له شو مثلا ممكن هي تشتغل على نفسها، لكن للأسف بتكون هي الحلقة الأضعف واللي شوية عندها خوف من إنها تحكي شو رغباتها. نعم. يعني سوسن بدنا نهنيكي. أنا بعرف قديش الواحد لما يكون عنده عمل وبده الجمهور يقرأه ويعرف ردة فعله بيكون متحمس. إحنا متحمسين إلك ككاتبة لأنه أسلوبك قريب جدا. يعني أنا بس بديت أقرأ بالرواية حسستيني، وهي هون شطارة الكاتب إنه يطلق العنان لخياله وكأنه عم بيشاهد فيلم. أسلوبك واقعي جدا بسرد التفاصيل الغير مملة، وهنا الشطارة. وبنفتح على مشهد امرأة عاملة قاعدة في مطبخ عم تشرب شاي وعم بتخطط، أو تشرب قهوة حتى، وعم بتخطط لبداية أسبوعها اللي دائما مشاغل 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 بيسرقها من هي شو بيبسطها. فالمشهد الأول، ليش اخترتي هذا المشهد؟ المشهد الأول كلنا كستات عاملات، يعني كلياتنا منرتب البيت، منشتغل، منقوم، منعمل كل إشي، وآخر إشي قامت لبست. يعني يدوب مرأت من قدام المراية، يعني هي آخر الأولويات في البيت. نعم. لأنه كل البيت أولوياته أمامها. لكن هي أيضا تتهرب بالنظر إلى المرأة، لأنه هي بتستحق أكتر بس ما عم تعطي حالها أكتر، فبدهاش تتفرج تواجه حالها في المرأة تحكي أنه أنا بستحق أكتر.
حلو. طيب ستي لو سمحت تحكي لنا شوي عن الرواية كعناصر، يعني من ناحية الشخصيات، من ناحية الحبكة، من ناحية التأزم، إذا كان في تأزم أصلاً أو لا، احكي لنا شوي عنها، فوتينا داخل الصفحات. طيب شوي فوتكم داخل الصفحات. هلا الرواية بتحكي عن امرأة يعني مفروض إنه اكتملت النضج بسن الأربعين، جابت خلصت خلينا نقول أولوياتها الزوجية وجابت أولاد ومتجوزة ومستقرة وكل شيء، وصار في كتير زي بسموه في بعض الزميلات عندي بالشغل بسموه الخرس الزوجي. فصار في حالة خرس زوجي بينها وبين زوجها، فحاولت تبنيها أكثر من مرة، لكن زوجها كان يلتفت للجهة الجسدية من العلاقة، أبدا ما في التفات للجهة النفسية أو العاطفية أو الحوار. فكل هذا موجود في زميلها. فلما صار في يعني انه النقص موجود، مش النقص هو تعويض للاهتمام، وبالمقابل الزوج، فهذا بجاوب سؤالك الاولاني بالنسبه لادم، انا لا الوم ادم، لكن هو يعاني من نفس العلاقه في داخل بيته. اللي هو اسم البطل علي والبطله اسمها ندى، والحلو شوي بالموضوع يعني انه خليت الموضوع عاطفي بحت، ما في اي علاقه جسديه بين الاطراف. فبصير انه هي بتطلع زي سفرة شغل، سفرة شغل. نعم. وهو كمان بيلتقي معها من تونس، سفرة شغل في مصر عند النيل، وبقعدوا مع بعض أسبوعين هناك بصير الفراغ، وبتصير يعني 90% من الكتاب عم بصير في داخل تفكير المرأة. فأنا كاتبة أو زي ما بحكوا أنا كاشفة كيف المرأة بتفكر كل إشي بكل واقعية، بكل واقعية. يعني نحن كيف بنفكر مش بقولوا إحنا من كوكب آخر، لا إحنا نكشف الكوكب، نفس الكوكب. لا نكشف الكوكب. فالمرأة بحاجة كتير أشياء يعني تنقصها بحياتها أو عندها تنقصها الجرأة في التحدث عنها، تعبير عن رغباتها وحاجاتها. صحيح. أنت لومتي الرجل بالرواية يعني ولا كانت المسؤولية موزعة؟ كانت المسؤولية موزعة من رجل، امرأة، مجتمع. فهي مثلا بدي اجيب لك اياها بالصوره الثانيه، مثلا هلا احنا بنحكي انه صاحب السلطه الرجل، لكن مين بربي الرجل؟ المرأة طبعا، امه. هلا هي الام مثلا اذا بدها شغله من الرجل، هي تضع الكلمه في اذن صاحب السلطه، وهو صاحب السلطه هو اللي بيحكيها. نعم صح. فبالنهايه هي المراه تحكم على نفسها او تحكم على امراه ثانيه من خلال الرجل. بس انا عندي فضول لاني ما كملت. هلا ندى هي البطله وبتعاني من حاله ملل، وهي صراحه هي مش ملل، هي في يعني بتبلش كانثى، لانه احنا بمجتمعنا المراه كائن يعرف بغيرها، كما ابوي دائما بحكي لي. نعم. بشجعني ابوي، اكثر الناس اللي والدي غسان حداد هو اكثر الناس اللي شجعني على الكتابه. فهو كان سبب داعم للموضوع، فدائما بقول لي يا بابا المراه مش كائن يعرف بغيرها، انتبهي، انت مستقله، انت كيان، انت. لكن عندي في حاله من الركود بحياتها او الروتين. هي مش ركود، هي موجود يعني مشاعرنا ولدت معنا وفينا، خلقت كما خلق الكبد والكلى زي ما انا دائما احكي. ما بصير نهملها، مش نهملها، ننكر وجودها. هي موجوده، ننكر وجودها. هلا ليش البنت بتتجوز مجتمعنا؟ عشان تفرغ العواطف تبعتها لما يكون ما في حدا مستقبل لها العواطف. فصار هذا الاشي. فهي حاولت تتقرب من زوجها في اكثر من موقف، لكن زوجها كان يفهم الموضوع علاقه جسديه بحته. وبينما المراه لا تهتم بالعلاقه الجسديه مقابل حاجة الرجل يعني. فبصير هذا الإشي إنه تلجأ لزميلها، وبصير في تبادل عاطفي. بالنهاية طبعا يعني بكون في وصف ل هو بيكون في خيانة في ولا مشروع ما في خيانة. ما بتتم ابدا ابدا. ما في مشروع خيانة. هذا السؤال هلا هون لا هون استفزني. لا ما في خيانة ابدا. بتوقع بالنسبة للعفوا يعني ما فضل مع وجود العلاقة العاطفية يعني هذا موضوع خيانة كفاية. هذا موضوع مجرد. لا موضوع مجرد للناس انهم كل واحد يفكر فيه لا بالاحداث اذا وقعت الخيانة او لا. بالضبط. ما صار. انت بتحكي بس انه ما يخالج، ما صارت خيانه جسديه. نعم. ابدا. ولكن برايي فكريه وعاطفيه. تمام. صار لانه هي وجدت اللي كان دائما ناقص، احترام، امان، ثقه. هذه العناصر ما كانت موجوده بحياتها من خلال معرفتها للرجل، لانه هي كانت طفله معنفه، تزوجت ومش برغبه منها. بعدين صار انه في عنف منزلي، بعدين انه صار هلا بعد الأربعين انه صارت هي تحكي عن حالها انا خائنه. لانه انا
بفكر في رجل ثاني، ما بفكر في زوجي يعني. فبتصفي انه اذا بنقرا كيف طريق البنت كيف مشيت، او طريق ندى كيف مشيت بحياتها، الناس او القارئ بتعاطف معاها لانه كان في ظلم كثير كبير واقع عليها. وبالمقابل الرجل نفسه كان عنده عنف منزلي، كان ابوه يسيء له، اكبر اخوته، وكان ينضرب، وكان تزوج وما لقى الراحه النفسيه او ما كان متوقع من العلاقة الزوجية. فهلي كمان التقى، يعني صارت هي علاقة لقاء جمعهم القدر يعني. نعم، بس يعني الاثنين مظلومين من وجهة نظرك، الرجل والمرأة اللي هم في العلاقة الرديفة. أيوة، العلاقة اللي خارج الزواج. وأيضا علي التونسي كمان كان متزوج، كان متزوج مزبوط. نفس الشيء. يعني أنت عم تطرقي صراحة لموضوع مهم وحساس. عم نحكي عن البيوت العربية والبيوت المسكرة، واللي بنحكي دائما إحنا بنحب خصوصيتنا كعرب، ولكن مرات المرأة نفسها بتنغلق على نفسها وما بتعبر عن احتياجاتها. فأتوقع يعني القضية اللي طرحتيها هي بتلاقي صدى مهم، مش بس بالأردن، بالدول العربية. شو بتحسي كانت ردة الفعل من القراءات الأولى، من ردات الفعل الأولى؟ دائما بقولوا موضوع لازم نحكي فيه، موضوع ما حدا بحكي فيه، موضوع جديد. هلأ ممكن أنه نذكر الموضوع، لكن من وجهة نظر امرأة بالتجرد هذا شوي كأنه مباشر كتير يعني. في جرأة، في جرأة. نعم. بيساعد إنه يعني يا امرأة أنت مش لحالك في هذا الموضوع، في غيرك عم بيصير، في طرق نتفادى الموضوع، في حوار. بالنسبة للرجل كمان لازم تلتفت لعائلتك أكتر، بالنسبة للمرأة بطريقة تربيتها لأولادها كمان تنتبه إنه المرأة لازم يكون أقل إشي جسدها ملكها، مش ملك شخص آخر ولا ملك. أنا كذاكرة عن قانون الشرف، فإنه جسد المرأة مش لو دخل في العم والخال والابن والأخ والذكور العيلة اللي كلياتهم هم بياخدوا قرارات، لا هم أصحاب القرار في موضوع جسد المرأة. نعم. طب ست سوسن، بدي أسألك، هل الحب، الحب كحب كمجرد كشعور مجرد، بتوقع أنه الجميع بتفقوا أنه هو مش جريمة؟ يعني شعور الحب هو شعور جميل وشعور حلو، ولكن لما يتأطر داخل العلاقات، العلاقة الزوجية، وحضرتك ذكرتي هون أنه بصير جسد المرأة هو جزء من سلسلة أو جزء من الجملة اللي اسمها علاقة عاطفية وجسدية. يعني بصير الجسد دخله بالحب، يعني بصير العلاقة الجسدية جزء من العلاقة العاطفية لأنه المرأة متزوجة. ففي هون يعني علاقة فلسفية كتير كتير كبيرة. فهل أنت مع الحب في الرواية على الأقل كفكرة مجردة مسموحة وما بتجرميها، ولا أنت مع الحب كالعاطفة اللي هي كانت لازم أنها تكون داخل العلاقة الزوجية، وأي خروج عن هذا النص يعتبر جريمة؟ هلا انا واصف الحب هنا بطريقه افلاطونيه، يعني هو حب عن هذا الحكي اللي عم بحكي عنه هو عم بس هذا الحكي اللي عم بسأل عنه اللي بدي اوصل له. حب سامي جدا. فيعني ما كان في اي طمع جسدي بين الطرفين، هل انه نوعا ما مغفور مغفور له يعني. لانه ما حدا هالايامات هاي بقول لك هذا الحب مش موجود، بطل بطل موجود يعني. الكل عم بقول انه مو موجود، ولكن هو ما تبحث عنه المراه، هو ما تبحث، هو ما ما يبحث عنه الرجل ايضا. تمام. على فكره هو ما يبحث عنه الرجل. لحظة شوي، الرجل بهمه الشكل، المظهر، الكذا. الفقرة كلها استفزاز وتحفظ. أنا 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 أتحفظ. نعم. يعني إحنا نشكر حضورك وما رح نتعبك بسؤال عن جمهور الرواية وإذا في جمهور للرواية، لأنه سألنا للناس لنشوف إذا رح تتفاجأ بالنتيجة، إنه هل أنتم بتستمتعوا أكثر بمشاهدة فيلم أو قراءة رواية؟ والنتائج كانت 63% منكم لا بيستمتع أكثر بمشاهدة الأفلام، و 37% نشكرهم على التصويت إنكم تستمتعوا بقراءة الرواية. يعني لسه في جمهور للرواية راضي عن النتيجة. طب منيح منيح ولا البلاش. نشكرك سوسن حداد، أنا استمتعت جدا ب يعني هالعمل، وإن شاء الله يكون هو البداية لأنه هاي أول رواية لك، وإن شاء الله أنت كمان تكوني راضية عن النتيجة. إن شاء الله إن شاء الله. أنا بحكي إنه في لازم شوية تشجيع بس من يعني جهات الرسمية، مثل لما بتتلقى الطفل موهبته ما يتأخر الواحد بموهبة تبعته، يعني يكون في التفات أو يكون في محلات تهتم أكثر إنها تجذب الأطفال، تجذب الشباب اللي عندهم مواهب. فيعني إن شاء الله إنه بكون الجيل الجاي كتير بفهم أكثر منه. إن شاء الله. شكرا.